اصلا على انه ايه يا حد؟ انا محمد النهارة يلا الله يعوضها السنه الجايه ويا هلولة عليك نموت يا اخي غني لي اياها هلولة نحن مغني لها بس يا حرام يا الله كانت مبسوطه وهذا رحت فجاه في حد غلط هون ولا حرام عاد قاعد يؤجر الام اللي عمتها طالع لب نصيب نصيب واحد بفوت نصيب سبحان الله واحد بفوت بالحيط عادي كثير براحة بس مو حاس انا حاسس يمكن لا خلص بلاش هو بس واحد يمكن دخل غلط وطلع قول 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 مالك يا حبيبي ما نزلوه خلاص يا جماعة نزلوه هذا نزلوه يا مدينة مش عم بيعمل هذا لا كان فظيع صار ما شاء الله الهواء هوا هوا اخذ دواي وانا الشام يا عمر روح البسوا ظبطوا حالكم تخيل تنامي؟ كله نام ريحي بس لا تنامي عشان لما ينادوك وخليكي لابسه اكيد غير اخي بيي باهر عم بوجهني ما بعرف شو اصبر انا اجري ما بعرف شو بدي بس انام بتحركيهم هيك او بحس من كتر الوجع ما بقدر اتحرك كتر ما انا موجوعه هذا تعب ارهاق ما دخل من بعد ما عملنا من بعد قبل كركلا شددت كثير عليهم ما طبعا وصل لي فتره عشان شو عامله بعرف كثير بوجعوني في النوم كثير لا سلامتك حبيبي سلام يعني ألم بس أنا نوم تقيل ما بحس لما يكون في شيء وجعني بصحى من النوم من كتر الوجع ولك نفسي أنام ويكون نوم تقيل يعني نفسي أنام وهيك حد يخبط قدامي ما أصحى عشان لما بتفكس نومتي أنا مرات أنسي أنام أنت زي أمي وأختي هيك أوف أنسي أنام أنا يا الله أنا زي بابا الله يرحمه الله يرحمه حبيبي أنا مثل في كل شيء حتى شبهه نفس طباعه نفس راسه نشوة نفس كل شيء لا أنت عامة يعني أنت أنا شبهه كثير أنت مو راسك مو ناشف بلا عنادية يعني بتعاني عنادية برج الثور إيه نعم يوم وشهر برج عنيد وعصب بس أطيب قلب يعني طيب وبيرضى بس خبيث نفس الوقت كل الصفات صفات متناقضة التور صفاته متناقضة مع نفسه ما في متناقضة أبدا بالعكس يمكن الشاب البرج الوحيد اللي صفاته راكب على بعضها راكب على بعضه؟ طب اقري مني ليش هقول لك اقري مني لأنه اقري أنت لأنه عيوبه لأنه شو؟ عيوبه يعني العصبية طبيعي يبقى عند أقل عيوب الحمل أنا روحي اقري عارفة كيف في الأولاد في البنات قال له عيوب التور التور إنه ما في عيوب غير العصبية والعند بس ما في عيوب تانية كبيرة إحنا بس بتمسكنا العصبية والأنفون مع إنه في حمل كتير هدين حمل كتير هدين أنت أنا مش عارفة أنت كيف حمل لا 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 الحمل العصبي ناري برج ناري برج ناري ولا كيف؟ عصبي أبدا أبدا أول مرة شفت حمل زي مثلك لا الحمل عصبي أول مرة شوف حمل هيك لما بيفصل سبحان الله الحمل هدول مكتوب على وشهم هيك أنت ما هيك الله بده شو بده يعني هتنامي عشان إذا هتنامي أفوت أنا رايح شوي لك شيء؟ ميرسي أخي ظهري شو قصته هذا؟ الله لسه بعدها مش نضيفة الأرض
المفروض 10 ننزل استوديو. كلهم نايمين؟